المعلم في هذه المناسبة شيخنا الفاضل مع بدء العام الدراسي الجديد. نعم. نحن كمسلمين أو كليبيين أو كأناس نعيش مع المدرس في هذا المجتمع سلمنا ونسلم أولادنا أو أحفادنا أو يعني من هم في مرتبة أبنائنا سلمناهم أمانة لك أيها الأستاذ، سلمناهم أمانة لك لتصقلهم، لتهذب نفوسهم، لتنير عقولهم بالعلم بالمعرفة، لتصبر عليهم، لتستوعبهم. ما أجمل بعض الأمثلة دكتور فوزي. نعم. فوزي إذا سمحت لي. نعم، تفضل. يعني رأيناها في الأخبار وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يعني رأينا أستاذا في دولة الباكستان جاء قرار بنقله من مدرسته إلى مدرسة أخرى، والله إذا رأى الإنسان الطلبة وهم مزدحمون عليه يبكون كمن مات لهم ميت، لا يريدون لهذا الأستاذ أن ينتقل من مدرستهم. ما أجمل هذه العلاقة، لا شك أنها لم تأتي من فراغ، لم تأتي بأستاذ يقسو ويضرب الطلبة ضربا مبرحا، يعني بعض الطلبة يعني والعياذ بالله أصابتهم عاهات يعني في أبدانهم بسبب هذه القسوة وهذه الغلظة والفظاظة البعيدة عن الهدي النبوي والهدي الإسلامي، أو أنه لم يكتسبها أيضا بتضييع هذه الأمانة. كم أحزنني دكتور فوزي عندما رأيت مدرسة من المدارس الخاصة في طرابلس يعني فيها من المدرسين غير المسلمين وفيها من المدرسين والمدرسات الليبيات، تأسف والله يا دكتور أشد الأسف. نعم. عندما ترى غير المسلم، الأستاذ غير المسلم أو المشرف أو المفتش غير المسلم متقيدا بالحصص، متقيدا بالوقت في الوظيفة، يأتي في الوقت ولا يخرج إلا بعد انتهاء الوقت، يبذل جهده في تحضير المادة التي سيلقيها، بينما ترى كثيرا من أخواتنا وإخواننا أو أبنائنا وبناتنا لا يبالون، يعني يخرج من الحصة ويترك الطلبة وحدهم ويذهب للحديث مع زملائه في المطعم او في المقهى او في. نعم. ولا كانه سياخذ مالا حراما في راس الشهر يعني. نعم. هذه ايها المدرس ايها المدرسه، هذه امانه ابناؤنا فلذات اكبادنا، سلمناهم لك امانه في عنقك، فهل تؤدي هذه الامانه ام تضيعها؟ نعم. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نعم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. رأينا أساتذة إخوة لنا في طرابلس أحبة حملة القرآن، ما أجمل أسلوبهم في التربية، هم يعني لا أريد أن أقول كالآباء، آباء فعلا يعني للطلبة. يعني هناك مسألة في خصلة دكتور فوزي. نعم. يعني يقال عنها أو تسمى الاستيعاب. نعم. يعني هناك هي موهبة أحيانا من الله، ولكن أيضا تكتسب أو جزء منها يكتسب بالتدرب. نعم. وبالمران يعني إذا وفق الله سبحانه وتعالى الأستاذ فإنه يستوعب هؤلاء الطلبة، يعني يستوعب مشاكلهم، يستوعب هذه النتوءات التي تكون بينهم كما يقال، هذا يعني نحن نعبر في نعم. في لغتنا الدارجة تعبير أراه غير مناسب، نقول هذا شيطان يعني. نعم نعم. بمعنى أنه يعني في حيوية زائدة. نعم. هذا ليس عيبا، ولكن كيف تتعامل معه أيها الأستاذ؟ كيف تستوعب مشاكلهم النفسية؟ هناك من يعني فقد شيئا في بيته، فقد أباه أو فقد أمه أو فقد يعني القدرة المادية في الأسرة على أن يكون في يعني مثل أوساط الأولاد، يعني هذا يسبب له يعني انكسارا. كيف تأخذ بيده وتشعره بالثقة في نفسه حتى يجتاز هذا المنعرج أو هذا المنعطف؟ نعم. هذه صفة خصلة عظيمة جدا. نعم. ويحضرني هنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس في الأستاذ بمعنى المدرس أو المعلم. نعم. ولكن له حظ منه، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم أو في الرئيس أو في الإمام أو في الخليفة بالتعبير الفقهي الأول، يعني خيار أئمتكم الذين يحبونهم وتحبونهم. نعم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون. نعم. لهم. نعم. وشرار أئمتكم
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. اللهم يعني ما أجمل أن تدعو لك قلوب هؤلاء الطلبة وألسنتهم أيها الأستاذ، لأنك تعبت معهم، لأنهم رأوا فيك القدوة، لأنهم رأوا فيك الأب العطوف عليهم، المتفاهم لمشاكلهم، المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمته وهديه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الموضوع طويل. نعم شيخنا جزاك الله خير. ولكن ربما فيما ذكرت يعني غنيه.